أولا تم وضع فقرة وهي إلزام وزارة المالية وعقارات الدولة ووزارة الزراعة وأمانة بغداد وكافة البلديات بالمحافظات بمنح أراضي إلى مؤسسة الشهداء وتمنح مجانا من أجل أن توزع لعوائل الشهداء. هذه الفقرة موجودة، ما كانت موجودة سابقا. إحنا استفادينا من التحديات والمشاكل السابقة مع المحافظين، مع أمانة بغداد، مع الوزارات في معالجتها من خلال بنود قانونية. قد يسأل سائل بأنه الوزارات احتمال هم تطبق هذا القانون، وهذا شيء محتمل، شيء محتمل، لأنه الوزارات مثل ما تفضلت بالتعاون مع مؤسسة الشهداء. لديكم سلطة على هذه الوزارات الآن؟ سلطة ما عندنا، بس إحنا لدينا القضاء وعندنا ثقة كبيرة بالقضاء بأنه أي وزارة أو أي محافظة ما تتعاون ويانا في صرف أو يعني إعطاء أراضي لعوائل الشهداء، إحنا أمامنا القضاء، نذهب ونقدم دعاوى قضائية على المحافظين وحتى على الوزارات، وأنا متيقن بأن وفق البنود القانونية تدان أي جهة حكومية لا تتعاون مع مؤسسة الشهداء في سبيل الإسراع لصرف حقوق الشهداء. لمشاهدة المزيد زوروا المنصات التالية.